نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة بقرية الإبراهيمية البحرية في محافظة دمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة بدمياط إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدليا لصرف الأدوية بالمجان، أيضا تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا على استمرار سلسلة القوافل الطبية في جميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق. موجودة النهاردة في القافلة 12 عيادة تخصصية، كل عيادة منهم بيكون موجود فيها الطبيب سواء كان أخصائي أو استشاري. معانا تخصصات طبية مختلفة زي البطنة زي الأطفال زي الرمد زي الجراحة زي الجلدية زي الأنف والأذن والأسنان والنساء وتنظيم الأسرة. كل الخدمات اللي بتتقدم في القافلة بتتقدم بشكل مجاني، من أول قطع التذكرة بيدخل الطبيب بعد ما بيقطع التذكرة بتاعته بالرقم القومي الخاص بيه، بيبدأ يدخل الطبيب في العيادة، الطبيب بيكشف عليه، لو حسب رؤية الطبيب لو هو شايف إن هو محتاج يتحول لعيادة تانية في القافلة بيحول المريض عليها. أنا النهاردة جيت القافلة مع ماما وحجزنا تذكرة بتاعتنا وخدناها، وبعدين كشفت والدكتورة قالت لي اعملي تحليل، ورحت حللت وعملت وخدت العلاج بتاعي. بنكشف وبنحلل وجميع التخصصات موجودة والناس قايمة على أكمل وجه، ونشكر القيادة. وكشفنا وخدنا العلاج والدنيا حلوة إن شاء الله، وربنا يخلينا سيادة الرئيس. كنت عايز أكشف أنا وابني فقلت راح أجرب، لقيت بسم الله ما شاء الله جميع التخصصات موجودة، كشفت أنا وابني والحمد لله خدنا علاجنا والشغل تمام.